والضاح ضعنا في تفاصيل حادثة محاولة اغتيال محافظ الضالع فضل الجعدي هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بلقيس. أولا أقول الحمد لله على السلامة للأستاذ المحافظ فضل الجعدي، المحافظ الشجاع الذي أبى أن يعمل من خارج المحافظة وتحمل كثير من المتاعب وتحمل كثير من عمليات الاغتيال، وأشرسها عملية الاغتيال التي كانت أن تنفذ ضده اليوم، ما أسفرت عن إصابة 2 من مرافقيه، أحدهم إصابة خطيرة. طبعا المحافظ كان بطريقه إلى العمل، جاء من منزله يقود سيارته، وعلى متن السيارة 2 من أفراد حراسته، وبالقرب من نقطة عسكرية من معسكر عبود مشارف مدينة الضالع، المدخل الشمالي للمدينة، تقطع طريقه 5 من المسلحين، قاموا بفتح الأبواب الوسطى للسيارة باعتقادهم أن المحافظ يجلس على هذه المقاعد، لكنهم تفاجؤوا أن من يجلس على المقاعد هم أفراد الحراسة، فقاموا بإطلاق النار، فقام أحد أفراد الحراسة يعني بالسيطرة على بندقية المسلح، أصيب الفرد الحراسة بأذى، نعم، في بطنه رصاصة وفي يده أيضا وفي أصابعه، فيما أصيب آخر أيضا إصابة في الوجه. نعم. نجا المحافظ وقام بإسعاف أفراد حراسته إلى المستشفى بنفسه، ثم عاد إلى المحافظة لاستكمال العمل. نعم وضاح، هل تم تحديد الجهة أو الخمسة الأشخاص الذين قاموا بمهاجمة أو بمحاولة اغتيال المحافظ، هل تم تحديد الجهة التي تقف وراءهم؟ الآن أمن محافظة الضالع قام بحملة لملاحقة الجناة، وفرهم طبعا فروا بعد الحادثة مباشرة، والأمن قام أنزل أطقم عسكرية لملاحقتهم، والعملية الآن ما تزال جارية، فتحوا تحقيق بالموضوع، وإن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة سنوافيكم بكل جديد حول الموضوع هذا.